تتنزل عليهم لتطمئنهم وهم في النزع الأخير. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا ما دخلوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يطلع رب العزة بنفسه على أهل الجنة في الجنة يقول: يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون: يا رب كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول سبحانه: يا عبادي إن لكم علي أن أرضى عليكم اليوم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون من هؤلاء.